ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وصلنا للفقرة الطبية، الفقرة المميزة طبعا المبكبكة الليبي بقطع اللحم، ومعاهم بقلاوة باللبن، أكلات أكيد من العيار التقيل. بس حاولنا نوازن الأمور وعملنا عصير نعالج الأنيميا، وهنشوف عصيرنا اللي هيكسب ولا عصير خبيرة التغذية العلاجية دكتور نهال حافظ اللي قالت عليه قنبلة فيتامين سي. هناكل مبكبكة ما تقلقوش، وهنحلي بالبقلاوة مفيش كلام. وعشان نوزن الأمور ونعرف بالظبط ايه النظام اللي معانا النهارده، خبيره التغذيه العلاجيه دكتور نهال حافظ، ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي، نورتيني. إيه؟ بنورك. انا لسه كنت بشوفك بتعملي بيض بالبسطرمه وجبت الولاد معايا وانا جايه بيض بالبسطرمه وفطرتهم، وعايزين تعملوا بيض بالبسطرمه بطريقه صحيه. شفتي انا، شفتي بقى انا عبالك، عبالك انا عبالك. لا جميل بصراحه، بتعجبني حاجات كتير، وان بتدي افكار جميله علشان الناس تعرف تعمل أكل وصفات صحي. حلوه، خصوصا انستجرام، لان انا يمكن مش اكتف قوي بشكل كبير على الانستا، بس طبعا نورتينا النهارده. بنورك. وقولي لي بقى ايه اللي عاجبك في العصير ده، عشان بس انا عارفه ان انت بتعملي حاجات حلوه برده. تمام. العصير بصراحه، العصير بتاعك وبتاع الاثنين حلوين. أيوة. بس يمكن احنا دايما بنهتم بمصادر بتاعي احلى اكيد. لا دايما بنهتم بمصادر الحديد. دايما في الاكل او الشرب دايما بنهتم ان احنا ناخد حاجات فيها حديد. ايوه صح. بس للاسف احنا مش مهتمين بفيتامين سي. صح. فانا حبيت ان احنا نكمل بعض، يعني انت تعملي حاجه فيها حديد ونعمل حاجه فيها فيتامين سي. أيوة. فنكمل بعض، لان اي حديد بيبقى محتاج معاه فيتامين سي عشان يمتص. صحيح. فعاوزه اقول ان زي ما الحديد مهم جدا، فيتامين سي برده مهم، عشان صح. هو اللي بيساعده على الامتصاص، خصوصا فتره الشتاء كمان يا جدا. وكمان يعني الاثنين بيكملوا بعض. ويا ريت الناس تجرب العصير بتاع فيتامين سي، لانه فعلا من الحاجات المميزه والحلوه واللي طعمه حلو كمان. طب قول لنا بقى، احنا دلوقتي الكورس الاناسيليوم، عشان انا بس ايه يعني دخلت وبقيت اشوف الكومنتس بتاعت الناس، فانا عارفه ايه. أوكي. يعني متحمسه. الاناسيليوم اخباره ايه للناس اللي عندها فتره الشتاء؟ ساعات حتى لما بتاخد كورسات ما بتعرفش تحقق المعادله بتاعتها يا دكتور نهال. تمام. بصي، عاوزه اقول ان الناس كتير قوي بتقول لك انا شايفه ان الشتاء فتره كويسه جدا للخساسان، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاناسيليوم اصلا دوره في الشتاء، لان احنا في الشتاء مشكلتنا ان احنا طول الوقت محتاجين ناكل حاجات مسكره، محتاجين ناكل اكلات معينه، الاكلات دي هي المفروض اللي بتدفينا. صحيح. فاحنا محتاجين ان احنا نقفل الشهيه ونقلل الكميات ونصغر حجم المعده، عشان حتى لما نجوع ناكل كميه قليله. كويس. فهنا دور الاناسيليوم او كورس الاناسيليوم في الشتاء طبعا دوره مهم جدا عن الصيف. الصيف دايما بنحب نشرب مشروبات. صح. انما في الشتاء مشكلتنا ان انا عشان اتدفى عاوزه اكل ناكل شوربه بس، واكل لا وبليله بالقشطه ومربى بالعسل والسحلب والبطاطا بالبشاميل. فالموضوع بيبقى يعني صعب شويه، حبتين ثلاثه اربعه يعني. فمحتاجين ناخد الالياف اول حاجه عشان تقلل الكميات، تخلينا ناكل بكميات قليله. كويس. او بتصغر حجم معدتنا، يعني بتعمل تكميم مؤقت لفتره قليله. وفي نفس الوقت الالياف ليها ميزه مهمه جدا، غير سد الشهيه او غير ان هي بتقلل حجم المعده، ان هي كمان بتبطئ عمليه الهضم والامتصاص بتاعه النشويات والسكريات. طب هي لما تبطئ العمليه يعني ايه اللي هيحصل؟ أيوة. هتخلي سكر الدم يعلى تدريجيا. هو احنا اصلا ايه مشكلتنا في الجوع؟ احنا مشكلتنا لما بناكل حاجه مسكره او حاجه فيها نشويات، فبتعلي سكر الدم بسرعه، فبتخلينا اول حاجه نجوع بسرعه، تاني حاجه بتخلينا نعمل على يعني بتساعد على فرصه تكوين الدهون. انا بقى لما اعمل اخلي عمليه الهضم والامتصاص تبقى بطيئه شويه، مع ده اللي بيعمله الياف الاناسيليا، فانا هعلي سكر الدم تدريجيا. كويس. فبالتالي رقم واحد مش هجوع بسرعه، وده اللي احنا محتاجينه، ان انا اقفل الشهيه عندي وما اجيش بعد ساعه او ساعتين اجوع. فكورس الاناسيليا بيعمل كده. تاني حاجه هو بيعملها ان هو مش هيخلينا، مش هيدي فرصه لتكوين الدهون مره اخرى. أوكي. وده برده مهم، او مش هيدي فرصه لتخزين دهون عموما. فاحنا هو بيشتغل على كذا حاجه. بقى الجديد اللي انا باخده مع الاناسيليوم، لكن القديم هعرف اتخلص منه. ده صح كده. فكده احنا الاناسيليوم في الشتاء مهم، مش عشان قفل الشهيه بس، عشان حتى لو نفسي راحت لحاجات فيها سكريات يقدر يبطئ عمليه الهضم والامتصاص، فبالتالي ما يخلي سكر الدم يرفع بسرعه، وفي نفس الوقت مش هيخلينا نجوع بسرعه، وده اللي احنا محتاجينه. محتاجين ناخد حاجه تخلينا مش بس تقفل الشهيه، تخلينا ما نجيش بعد ساعه، لا هو بيقعد 6 8 ساعات حسنا شبعانه، بس لازم ضروره شرب الميه يا دكتور. جدا. عشان ده كومنت. على فكره ده في حاجه قلنا مهمه بقى، الاخطاء اللي الناس ممكن تقع فيها مع كورس الاناسيليوم. عاوز اقول لك على حاجه مهمه كمان. الالياف بطبيعتها بتشرب ميه كتير.
الأليف. والألياف بطبيعتها بتحب المية، يعني كل ما تدي مية كل ما البلك ده هيكبر كويس. وفي نفس الوقت بتشربه بسرعة جدا، فجسمك بيبقى محتاج مية. ميزة بقى كورس الأناسيليوم إن إحنا في الشتاء عادة بننسى نشرب مية، صح، وده بيعمل لنا إمساك على فكرة. فكورس الأناسيليوم هيخلينا نشرب مية كويس قوي، فبالتالي مش هيخلي يحصل لنا إمساك. فهو هيدينا حاجتين، هيخلينا نشرب المية اللي إحنا ناسينها ومش هيعمل لنا إمساك في نفس الوقت. كويس. ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن في ناس بتعاني موضوع الإمساك ده مع الدعاية. الإمساك ده كتير جدا، ناس كتير بيجي لها إمساك، عشان أول حاجة مع دخول الشتاء بيبقى شرب المية بتاعنا قليل، تاني حاجة مع كتر الرجيم، ساعات كتر الرجيم بيعمل لنا إمساك. فأنا كورس الأناسيليوم أول حاجة هخلينا نشرب مية في الشتاء، هيسد الشهية رقم اتنين، رقم تلاتة هيصغر حجم المعدة، هيعمل عملية تكميم مؤقت، رقم أربعة هيبطئ عملية الهضم والامتصاص بتاعة النشويات والسكريات، فبالتالي مش هيعلي سكر الدم بسرعة، فبالتالي مش هيجوعنا بسرعة، رقم خمسة بقى إن هو هيعالج مشكلة الإمساك ومش هيخلي أصلا يبقى فيه إمساك، ورقم ستة بقى إن هو بيحسن حركة الجهاز الهضمي وبيحسن مايكروبيوتا الأمعاء. كويس جدا. طب قول لنا بقى يا دكتور، احنا لما بناخد الاناسيليم هو بتقولي دايما في بعض الحاجات انتوا حاطينها مع الاناسيليم مش بس الالياف، ده حقيقي. قول لنا بقى هو في ايه كمان من الفيتامينز بقى داخلين على الشتاء واتكلمنا عن الشتاء، فبسم الله الرحمن الرحيم السكر ده نمبر 1. احنا طول الوقت في الشتاء بنشرب حاجات سخنه، صح. فطول الوقت مش قادرين نستغنى عن السكر، وده حقنا على فكره، يعني انا مش بقول ان ده غلط، ده طبيعتنا ان احنا بنحب الحاجه مسكره. فانا هنا بدي لهم سكر دايت زي السيسل، اول حاجه هيخلي طعم، اول حاجه احنا بنفكر فيها في السكر الدايت ما يغيرش طعم المشروبات. اول حاجه سيسل مش بيغير لا طعم المشروبات ولا الاكل، ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن نعمل بيه حلويات، وحضرتك اكيد جربتي وشفتي الطعم. مش بيغير خالص. تمام، دي ميزه، وبيدي نسبه السكر الكويسه الكويسه، دي مهمه اللي جدا للناس اللي بتحب. وبعدين على فكره يقدر يقلل، انت عارفه هو لو خد منه وهو متعود ياخد 6 معالق سكر، في ناس انا حصينها بتاخد 7 معالق سكر. انا اكتشفت انه ممكن الاثنين باكت بس من السكر ده تقريبا تعادل 6 أو 7 معالق سكر من العادي. ده كمان حاجه بقى مفيده بقى اقتصاديا، يعني وانا بقى حد اقتصادي بقى، يعني مش ههتم بالدايت والهيلثي، فهو انت بتاخدي منه كميه اقل، يعني انا باخد في مثلا سي بعمل حاجه فيها كوبايه سكر مع السيسيل لو حاجه حلوه هاخد ربع الكوبايه بس، صح. فانا كده وفرت كتوفير بقى اقتصادي، هو موفر بيضاعف اضعاف مضاعفه من طعم الحاجه المسكره، صحيح. مش بيغير طعم الحاجه، بنقدر ندخله الفرن. غير كده وكده ماده السكرولوز اصلا ليها ميزه، ملهاش سعرات حراريه، زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج بالظبط، لان الجسم في مواد من تركيبه السكر الدايت دي يا دكتور بتبقى ليها سعرات عاليه، ده صح كده؟ فاحنا لازم نخلي بالنا، لازم نخلي بالنا. فاحنا زي ما بيدخل زي ما بيخرج، فالجسم مش بيعرف لا يتعامل مع لا هضم ولا امتصاص. كويس. فده بالنسبه للكورس الاناسيليوم بيبقى فيه سكر سيسيل اللي هو سكر الدايت. كويس. مع الالياف. طب ايه تاني؟ بما اننا برضو داخلين على الشتاء، داخلين على الشتاء يعني انا بحب اشرب مشروبات سخنه. احنا الحمد لله بفضل ربنا بنراعي كل حاجه في الكورس ان هي تبقى موجوده للعميل، بحيث ان هو نبقى موفرين له كل حاجه تخليه يخس. عاملين اعشاب المورينجا، اعشاب المورينجا من الحاجات اللي مالتي فيتامين، فيها فيتامين A وبي وسي ودي وحديد. طب قبل ما نتطرق للمورينجا عشان انا عايزه اتناقش فيها مع حضرتك، معانا تليفون ناخده. معانا مين؟ معانا سلوى، اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ عامله ايه يا سلوى؟ الحمد لله والله تمام. انا كنت عايزه اقول تجربتي مع الاناسيليوم. اتفضلي يا حبيبتي. ما شاء الله حاجه فوق الوصف. حابه اشكر شركه اون تارجت فارما ودكتوره نهال، ما شاء الله على المنتج الجميل اللي هم قدموه لنا بجد. يعني قولي لنا انت كلمتيهم كان وزنك كام، وكنت ايه مشكلتك في مع النزول في الوزن يعني يا سلوى؟ قولي لنا. انا كنت 160 كيلو وحاليا 85. ما شاء الله. حلوة قوي قد قوي. ايه؟ في 7 شهور. حلوة قوي جدا. ما شاء الله. كنت متابعه مع دكتوره مين؟ مع دكتوره كارولين العسل. دكتور كارولين، الدكاتره الممتازه واللي فوق تحتوي. وخدتي كورس ايه يا سلوى؟ اول كورس خدتيه كان كورس ايه؟ كورس الاناسيليا من الاعشاب والسكر الدايت. تمام، كويس، ما شاء الله، كانت حاجه جميله يعني. واخبار بقى المتابعه مع دكتور كارولين ايه؟ تحفه جميله، دكتوره عسل عسل يعني.
تمام حلو. في اي مشاكل او في اي مخاوف كانت عندك في الاول من الكورس او من الاثار الجانبيه من الاعراض بتاعته؟ لا ده هي السمنه بس، مشاكلها كانت في النفس وفي طلوع السلم وفي اللبس والمضايقات والناس وكل حاجه، كان ما شاء الله التنمر موجود فوق الوصف. وجوزك اخباره ايه يا سلوى بعد ما خسيتي؟ لا ده حاجه، سؤال مهم ده بيشكرك جدا تمام جدا جدا يعني. تمام طب كان وهو في حمل، حاول كان في يقابل رضاعه، الشريك كان في عشان امراض يشكرك على مزمنه؟ المجهود الجميل اللي انت عملتيه معايا. ميرسي يا حبيبه قلبي. قولي لي كده، كان عندنا رضاعه، كان عندنا ضغط قلب، سكر لا قدر الله؟ انا عندي سكر، كنت باخد انسولين، تمام فلما نزلت 20 كيلو ما شاء الله الدكتور اداني حبوب، وبعد كده ما عادش اداني اي حاجه خالص. تمام الحمد حلو لله. قوي. جميل جميل يعني. طب الحمد لله نشكرك الحمد جدا لله. يا حبيبه قلبي يا سلوى، شكرا، ودايما يا رب يعني ايه بالتوفيق كده وبالصحه اهم حاجه. اول حاجه بشكر دكتور كارولين على المتابعه دي متابعه مهمه. يعني من 160 ل 85، ده حاجه حلوه قوي. ده انت شلتي بني ادم جواها، هي كانت عايشه في طول سجن. النفس معنى انها وصلت للمرحله دي. ما هي 160 كيلو خلاص، انت كده عبايات وشكل بيبقى اكبر من سنك بكتير، فانت طلعتي السجن، هي كانت عايشه في سجن انت طلعتيها منه. فانا بشكر دكتور كارولين على المتابعه الجيده دي جدا، وكمان مبسوطه ان حد يكون عنده السكر، اي حد بيبقى عنده مرض مزمن سكر ضغط قلب بيبقى خايف جدا ياخد اي كورس تخسيس. بيبقى طبعا عنده حق ان هو بيخاف من الاعراض الجانبيه او من الاثار الجانبيه. الحمد لله بفضل الله احنا معانا في كورس الانسيليوم ان هو ينفع للامراض المزمنه، الناس عندها ضغط قلب سكر، مش بيتعارض مع اي ادويه من الضغط او القلب او السكر، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو اصلا الانسيليوم كالياف هو بيظبط مستويات السكر في الدم، فده مهم جدا، هو اصلا بيظبط مستويات السكر والطاقه. فاول حاجه بيحسسك بالشبع، تاني حاجه مش بيجوعك بسرعه، فده كمان مهم لمريض السكر. يعني مريض السكر لما مشكلته اصلا السكر عنده مش ظابط، فلما تظبطي له مستويات السكر عنده فالموضوع معاه صحيا حتى احسن، بيكون احسن. ومريض السكر كمان من الناس اللي محتاجه تظبط اكلها، فانت بتدي له الياف زي الياف الانسيليوم، تظبط له البرنامج الصحي بتاعه تقدر تخليه يمشي عليه. دايما بيبقى ساعات مش قادر، مش عاوز، عاوز حاجه مسكره. صح. واحنا الحمد لله الياف الانسيليوم فيها السكرالوز، فبيدي له طعم مكمل غذائي، بيشبع، بيظبط مستويات السكر، بيدي له طعم السكر، بيرضيه ان هو خد حاجه مسكره، فهو حاسس نفسه ان هو ايه رضى رغبته. فاحنا عاملين الحمد لله في كورس الانسيليوم عاملين كل المواصفات اللي تنفع للاطفال، لامراض مزمنه، لاشخاص عاديين. بس طبعا الكورسات مختلفه، ما ينفعش ادي حد طفل زي مثلا حد عنده مرض مزمن زي حد ما عندوش اي حاجه. طب الاطفال بتتعاملوا معاها ازاي يا دكتور نهاية؟ بصي الاطفال اصل ده موضوع بقى برضه شائك وبقى منتشر كتير. بقى منتشر جدا وبيتعرضوا للتنمر، والاطفال بقت فاهمه كويس قوي ان هي مليانه ومش بتعرف تلعب زي زي مجهود وبينهج من زي اصحابها، وما بتعرفش تلبس اللي هي عاوزاه، وبتبقى حاسه ان هي مختلفه. فالاطفال التعامل معاها بيبقى نفسي بحت، ان انت اصلا ما بتقولهوش لا دايت ولا الكلام ده، انت بتدي له الالياف بحيث ان هي تسد معاه الشهيه، بحيث ان هو لما يجي ياكل بدل ما ياكل طبق هياكل نص. احنا مش بنعمل مع الاطفال نظام غذائي، ان هو مش فاهم، ما عندهوش وعي، ما عندهوش ادراك. انت اصلا الشخص الطبيعي اللي هو اللي في سننا اللي عنده النضج وعنده ادراك، لما تيجي تقول انت همنع كذا وكذا بيبقى مش قادر يمنع الحاجه اللي بيحبها. ما بالك الطفل الست سبع ثمان سنين هيمنع؟ اكيد لا. وبيبقى فتره نمو كمان، فتره نمو. فاحنا مش بنمنع من الاطفال اي اكل، احنا فكره الاطفال بالنسبه لنا احنا بنديهم الالياف كمكمل غذائي، طعمها اناناس، طعم حلو، يشربوه قبل كل وجبه بنص ساعه او ساعه، بحيث ان هي تملى المعده فيخليه ياكل بكميات اقل. هنا بيبدا بقى الطفل مجرد ما بيقلل كميات اكله مع شويه حركه بتلاقيه بدا يخس. فالاطفال مش بنقول لها مش على نظام غذائي. أوكي. الاطفال احنا بنوعي الام اكتر ان هي ده لازم تعودين، هو ياخده قبل الاكل بنص ساعه او ساعه كعاده، ان هو كعصير او كسناك بين الوجبات. كويس. هي بتبدا يعني تقول له بالطريقه دي بيبدا ياخده، بيخس معانا بسهوله. في بقى الاطفال اللي هم فوق ال 11 سنه وال 12 سنه اللي هو سن المراهقه، ده اللي احنا بنقدر نتعامل معاه بقى كمان دايركت، اللي هو انا عندي، انا فاكره يعني من كام يوم يعني كان عندي دكتورة شيماء بتتابع مع حالة 13، يعني سنها 13 سنة، ما شاء الله شيماء كانت 100 كيلو بقت 75 كيلو ما شاء الله في شهر وشوية. أنا مستنية بس
يعني توصل لل 60 ونطلعها حلقه معانا. لقيتها بتشتري يعني عروسه، فبقول لها ايه ده؟ بتقول لي انا مكافئه البنت دي عشان خست 25 كيلو في وقت قليل وهي مبسوطه وفرحانه بنفسها، فانا مكافئاها فبعت لها عروسه. يعني اللي هو احنا العلاقه بيننا وبين بين العملاء بتاعتنا علاقة ود، علاقة محبة، علاقة ان انا معاكي عشان اساعدك، انا موجودة لخدمتك، انا موجودة لمساعدتك، مش فكرة كورس ولا نظام غذائي ولازم تمشي على الورقة دي ولازم تعملي كذا. لا، هو مريض السمنة بيبقى عنده محتاج علاج نفسي، يعني او مفيش حد من فريق الدكاتره خلقه ضيق ولا حاجه يا دكتور؟ لا صدقيني، لا احنا كل احنا عندنا الفريق الطبي كل واحد بياخد الحاله المناسبه ليه. يعني شيماء بتعرف تتعامل مع الاطفال تاخد الاطفال. في مثلا ندى بتعرف تتعامل مع الناس اللي هم دكتور ندى، مع الناس اللي سنها كبير بديها لدكتور ندى. دكتور نور بتعرف مثلا تتعامل مع الفئه اللي هي العمريه اللي هي من 20 ل 30 سنه اديهم لدكتور نور. دكتور كارولين من الناس اللي بتعرف تتعامل مع المتجوزين بقى واللي عندهم عيال كده. فاحنا بنقسم الحالات على حسب كل واحد. كمان التعامل دي بتفرق جدا، ده اللي بيخلي المريض انطباع. ده اللي بيخلي المريض السمنه، انا اسفه انا بقول مريض بس هو مرض فعلا بقى مرض العصر، ان هو يخليه يخس. الدعم النفسي قبل كورس، في كورسات كتير وفي منتجات كتير وفي انظمه كتير وفي على النت، السوشيال ميديا مش مخليها حاجه. فالدعم النفسي ده طريق النجاح لاي حد انت محتاجه تساعديه. فاحنا بنساعد الناس، بندعم الناس ان هم يخسوا. حتى من ضمن الدعم ان احنا عاملين الشحن فري، تمام؟ كل محافظات مصر، من اول اسكندريه لحد اسيوط، والمتابعه برده مجانيه مع الكورس. كمان احنا عاملين ان احنا بنوصل لكل انحاء مصر عشان نوصل ان الوعي والادراك لكل الناس ان هي لازم تخس، مش عشان شكلها، مش عشان التنمر، عشان نفسك رقم واحد وعشان صحتك كمان. طب ما تقول لنا طرق التواصل يا دكتور. طرق التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما، او من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك. ممكن من خلال انستجرام اون تارجت فارما، او من انستجرام نهال حافظ برضو على الفيسبوك، سوري على الانستجرام. ممكن من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. ممكن لو لقينا الارقام مشغوله نتواصل من خلال الواتسابات. كويس قوي، دي سهله برضو، في ناس كتير تبقى سهله بتحب التواصل على الواتساب وفي ناس بتحب تتكلم. احنا بص احنا دعم، شحن مجانا، متابعه مجانيه. المتابعه دي مهمه، بنوصل لكل مكان في مصر. مش بنخليكي تتحركي من بيتك، بتخسي وانت قاعده في البيت. طب نعمل ايه اكتر من كده؟ دي حاجه كويسه جدا يا دكتور. عاوزين كمان طرق التواصل مختلفه عشان نغطي الجمهوريه كلها او مصر كلها، ونوصل لكل واحد على حسب طريقه التواصل اللي بيحب يتواصل بيها كمان. طب قولي لنا، احنا كده اتفقنا ان الميه بالنسبه لكورس الاناسيليا مهمه. عشان هو كده كده هيخليهم يشربوا ميه ما يقلقوش من الموضوع. وقفنا عند المورينجا. المورينجا بالنسبه للمشروبات بقى الثانيه اللي احنا عايزين ايه نذكرها مع الكورس. المورينجا من الحاجات برضو اللي بتبقى في الكورس على حسب برضو الحاله بتحب تشرب ايه. طبعا عاملين القهوه الخضراء بريمير بطعم الموكا والبندق، مش هيصين مدلعين البيشنت او العملاء بتاعتنا. انا لسه ما دلعتش، بقول لحضراتكم على فكره. انا قلت للدكتور انا بحبها بالبندق. بالبندق، وانا قلت لك بالموكا المره اللي فاتت حاجبها. هي بتحب بالموكا، فتقريبا مش عايزه تجيب البندق، عايزاني احب الموكا تقريبا. ماشي. فالجرين كوفي من الحاجات اللي ممكن بناخدها الصبح، حاجه طبعا صحيه، حاجه بتظبط مستويات السكر، فمش بتخلينا نجوع بسرعه برضو. دي بعد الفطار بقى ده. بعد يعني الفطار، يعني بعد ما ناخد الاناسيليوم ونفطر. نفطر ناخد بقى المشروب. ناخد المشروب كويس. بديل بقى للقهوه ولاي اي اي او اي كافيين. غير السكر وغير المورينجا وغير القهوه الخضراء وغير الالياف الاناسيليوم. الالياف اللي بنديها قلنا للناس اللي عندهم امراض مزمنه او اطفال، بنديهم باكت او اثنين او ثلاثه على حسب الحاله. في حاله بتحتاج باكت في اليوم، في حاله بتبقى اوفر ويت الشهيه عاليه بنحتاج باكيتين، وفي حاله بنحتاج ثلاث باكيتات. ده على حسب نوع السمنه، احنا بنحدد نوع السمنه من خلال بعض الاسئله، بسالها بقى عن الوزن، عن الطول، عن السن، عن المشاكل الصحيه، بحدد بقى نوع السمنه. والله نوع السمنه بتاعك طلع انت مقربه للسمنه او قربت ان انت، ناخد باكيت. طب انا النوع بتاعي اللي هي بدايات السمنه باخد باكيتين. طب انا عندي سمنه مفرطه، ده برضو احنا بنحدده كدكاتره التغذيه، بنبدا بقى في السمنه المفرطه ندي ثلاث باكيتات. طب انا ما عنديش امراض مزمنه وانا مش طفل. طيب دايما الناس اللي بتبقى جربت منتجات تخسيس كتير او جربت انظمه غذائيه كتير بيبقى عندها سوء تغذيه، بيبقى الحرق عندها ضعيف. عشان كده جمله الحرق ضعيف دي بنسمعها على طول، ده بسبب ان انا نزلت غلط، فنزلت كتله عضليه والعضلات هي موتور الحرق،
لما انزل كتله عضليه يعني معناها انا نزلت على الميزان كتير جدا بس مقاساتي ما فرقتش قوي كده، معناها عرفي ان احنا الدهون لسه موجوده والكتله العضليه هي اللي نزلت، وده خطر جدا. عاوزين حلقه مخصوص عن الموضوع ده نعملها ان شاء الله. فدول بديهم بقى كورسات مكثفه، بيبقى الياف وكبسولات وسكر دايت واعشاب مورينجا. طب نقول بقى اخر مره معلش طرق التواصل مره تانية دكتور. تمام، من خلال صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك، من خلال الانستجرام اون تارجت فارما، من خلال الانستجرام نهال حافظ. تمام، ممكن كمان عن طريق الارقام اللي بتظهر على الشاشه او عن طريق الواتسابات. طيب هايل جدا، طبعا بشكرك وهنعمل بس. الموضوع اللي حضرتك قلتي عليه نتكلم عنه غلط. لان ممكن الناس فعلا تكون بتقيسها بالميزان وهي الحقيقه بالمقاسات. فاسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني الدكتور نهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، شرفتيني ونورتيني يا دكتور. وبشكر حضراتكم اكيد مشاهدينا الكرام متابعينا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.